نحن اليوم بمهرجان يجمعنا ويوحدنا، مهرجان يحتفي بلغتنا الأم وتراثنا الموسيقي والغنائي الفريد. فنحن شعوب نتحدث بالموسيقى، نلحن الكلمات، نعشق الغناء. والليلة نجتمع على أرض مصر مهد الفنون التي نقش أهلها تراثهم الموسيقي على واجهات معابدهم قبل آلاف السنين، وجعلوا الموسيقى جزءا لا يتجزأ من حياتهم اليومية. السيدات والسادة، الموسيقى العربية ليست مجرد أصوات وألحان، بل هي لغة تنفذ إلى أعماق الروح وتنقل الأحاسيس والأشجان والأفراح. وقد شهدت مصر على مر العصور ولادة العديد من المطربين الملحنين والموسيقيين الذين أثروا بإبداعهم الحركة الفنية العربية.